بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه بعض جلسات في علم المنطق بمدينة أسيوط، ونحن اليوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1435 21 من أكتوبر 2014. ونبدأ هذا اللقاء بمقدمة مختصرة عن علم المنطق ومبادئه أولا، ونبذة تاريخية عن علم المنطق، ثم تعريف بصاحب متن السلم رحمه الله تعالى العلامة الأخضري، ونبذة أيضا تاريخية عن علم المنطق في الأروقة الأزهرية. اعتادوا في المجالس في العلوم الأزهرية وفي شروحها اللي هم دايما يبدأوا بفكرة المبادئ، اللي هي المبادئ الايه العشرة. والمبادئ العشرة دي فكرة فلسفية بالأساس موجودة في الفلسفة اليونانية، ثم تم تطويرها بصورة فائقة على يد العلماء المسلمين، وأخذت شكلها المتكامل في عشر، في المبادئ العشر على يد المدرسة الأزهرية. ودايما بننبه الطلبة على أهمية هذه المبادئ، وعلى الخلفية الفكرية اللي وراها حتى لا يهملوها. للأسف الكتاب المعاصرين أهملوا هذه الفكرة، وصار هذا الإهمال إلى الكثير ممن يكتبون الآن في شروح العلوم الإسلامية والعقلية واللغوية على خلاف عادة من تقدمهم من مشايخ الأزهر. الفكرة مرتبطة بالأساس، المبادئ مرتبطة بالأساس بفكرة شجرة العلوم والمعارف وتقسيمها. فأنا عندي فكرتين يستطيع الطالب من خلالهم إنه يتعامل مع العلوم العربية: واحد، شجرة العلوم وتقسيمها. اثنين، فكرة المبادئ. من خلال الفكرتين دول يستطيع طالب العلم أن يصل ويبحث عن مبتغاه، حتى وإن لم يكن قد حصل بعد كل العلوم. بمعنى إيه؟ إن أنا عندي وسيلتين، لما بأتقن أو أداتين، لما أتقن استعمالهم وفهمهم أستطيع أن أزيل جهلي بأي مسألة ترد علي، عن طريق أن أعرف المسألة دي بناء على معرفة مبادئ العلوم ومعرفة شجرة العلوم وتقسيمها، أقدر أعرف المسألة دي إذا عرضت علي تبع أنهي علم وموجودة في مسائل أنهي علم، فأروح على طول على المصدر أو المرجع اللي عندي في هذا العلم وأبحث وأفتش. بغير هذا بيصير الإنسان تايه، والمعلومات مش متصنفة في
في ذهنه، فيصير لا يعرف كيف يبحث. فكيف تبحث في مسائل العلم وكيف تصل إليها، كيف تصل إلى مصادرها إليها في مصادرها الأساسية، دي هي مفتاح المعرفة. من ثم تأتي أهمية المبادئ العشر، لأنها بتعطيني حد العلم وموضوعه وغايته ومستمده ومسائله ونسبته إلى غيره من العلوم، واسمه وحكمه وفضله ووضعه، اللي هي المبادئ العشرة التي نظمت فيها العديد من الأبيات. ومن هذه الأبيات البيتين المشهورين: مبادئ كل علم كان حده وموضوعه وغاية مستمده، مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد. فلما الطالب يفهم تقسيم العلوم وشجرتها، إن عندي علوم عقلية وعندي علوم نقلية، والعلوم النقلية إما لغوية وإما شرعية، وتبدأ تقسيم العلوم دي كده صاره، فيبتدي يعرف علاقات العلوم بعضها ببعض. مع معرفته بالمبادئ العشرة، وأهمها في ثلاث مبادئ هما الأهم، اللي هو الحد والموضوع والمسائل، دول أهم ثلاث مبادئ لابد أن يتقنهم الباحث، وهم اللي بيعطوه الأداة البحثية دي، إنه يعرف حد العلم تعريفه ويعرف موضوعه ويعرف مسائله. فلما يعرفهم يستطيع إنه يتكون لديه ملكة البحث، إذا عرضت له أي مسألة يقول والله المسألة دي تدخل في مسائل العلم الفلاني، المسألة دي مرتبطة بموضوع العلم الفلاني، فيقوم رايح يبحث فيها، يختصر عليه الوقت، يصل إلى المكان الصحيح للمسألة، يستطيع أن يعرفها معرفة صحيحة. من ثم اهتمت المدرسة الأزهرية بهذه المبادئ، وهنجد أن كل الكتب الأزهرية لغاية يمكن قرن مضى حريصة حرص شديد على أنها تضع هذه المبادئ في أول مقدمة كل كتاب. وصل الأمر بالعناية بفكرة مبادئ العلوم ديا إلى أنها صار التأليف فيها في أحد فترات تطوير التعليم الأزهري، صار التأليف فيها شرط الحصول على العالمية. والكلام ده يمكن من حوالي 80 سنة أو 100 سنة، 1340، 1350، 1360، في الفترة دي هنجد في زخم من علماء الأزهر في تأليف رسائل في المبادئ، ونشر العديد منها. والسبب في هذا يرجع إلى أنه كان شرط الحصول على العالمية أنه يؤلف، عامل زي الرسالة كده وطوحة الدكتوراه، بس كان موضوعها محدد، ألف لنا في علم الإيه؟ في المبادئ، في فن المبادئ. ويتفننوا بقى، منهم من اختصر ومنهم من طول، ويتفننوا في هذا الفن من التصنيف، وأدى هذا إلى وجود زخم في الفترة دي اللي كانت المبادئ أو تأليف المبادئ شرط من شروط الحصول على العالمية. وكون هذا هتمر، وكون اشتراط هذا الشرط ينشر لنا على أهمية هذه الفكرة. هم لم يشترطوا هذا من فراغ، المشايخ اللي هم وضعوا هذا الشرط في وقتها، إدارة الأزهر أو مجلس الأزهر أو مشيخة الأزهر في هذا الوقت اللي وضعت هذه المبادئ شرط للحصول على العالمية، أكيد طبعا كانت فهمة أهمية هذه الفكرة، قلتنا تخليها شرط فعلا ويؤلف في مبادئ العشر. وأهميتها ترجع لأنها أداة بحثية، تخلي الواحد حتى وإن لم يحصل العلم علم العلوم بكامله، إلا أنه يحيط بتعريفه وبحده وبمسائله، بحيث أنه يبقى على أنس به
إذا عرضت له أي مسألة في العلوم يستطيع أن يقول آه والله المسألة دي هتتبحث في البلاغة، لا دي هتتبحث في الصرف، لا دي في النحو، لا دي في علم الكلام، لا دي في الفقه، لا دي في الأصول، وهكذا. فهذه أداة مهمة بحثية بتساعد على البحث والتمييز، على التمييز بين العلوم، خاصة العلوم ذات المساحات المشتركة. يعني النحو والصرف والبلاغة كلهم بيشتغلوا على الكلم العربي، فتتدخل هذه العلوم في ذهن الطالب. ايه الفرق من النحو والصرف والبلاغة؟ ما كلهم كلام عربي. طيب فلما يدرس مبادئ كل علم منهم يبتدي يتمايز كل علم منه، النحو والصرف والبلاغة، يتمايز بتعريفه، هيتمايز بموضوعه، هيتمايز بمسائله، فيستطيع الطالب انه يعرف ان الصرف مختص بمباني الكلمة، النحو مختص بحركات الاعراب، البلاغة مختصة بالغرض البلاغي من الكلمة وتحقيقها المقصود المتكلم. فيبقى البلاغة وظيفتها معنوية. مع وجود طبعا بعض الجماليات اللفظية، انها وضع بما غرض تأثير في نفس المتلقي والمستمع، فبتعود الى المعنى ايضا. طيب هذه اهمية فكرة المبادئ. نرجع الى طيب وما هي مبادئ بقى العشر علم المنطق. قلنا المبادئ هي مبادئ كل علم كان حده وموضوعه وغاية مستمده، مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد. طيب المبدأ الأول اللي هو حد علم المنطق. المنطق لغة يطلق على عدة معاني. واحد، المنطق يطلق على الإدراك. والإدراك معناه تحصيل الصور الخارجية. إدراك الشيء تحصيل الصور الخارجية. الصور الخارجية معناها خارج الذهن وليس داخل الذهن. فلما أدرك معنى القلم، يعني أدركت صورته الخارجية، أن هذه الأداة لها أشكال وأنها وسيلة تستخدم في الكتابة وهكذا. فالإنسان إذا أدرك الأشياء فإنما يدركها خارج الذهن ويتعقل معناها في ذهن، وهو ده اللي بنسميه في الخارج وفي الذهن. في الخارج وفي الذهن في دايما علاقة بنستعملوها في المنطق، اللي هي علاقة الخارج والذهن. وعندي علاقة الدال والمدلول. الدال اللي هو اللفظ ده ذهني، والمدلول الصورة اللي هي الصورة أو المدرك ده خارجي. والعلاقة بينهما هي دي علاقة الدلالة أو علاقة الإدراك الذهني. ممكن نسميها معرفة، الإدراك الذهني نسميه معرفة، يعني أعرف الشيء. يعني هو أدرك الصورة الخارجية وتعقلها بذهنه، كده حصلت له معرفة. هيجي تيجي المعرفة، الفرق بينها وبين العلم، وهيجي التصور، وهيجي التصديق، كل دي أنواع من أنواع الإدراكات. ماشي. فدلوقتي أنا عندي إدراكات مفردة وعندي إدراكات مركبة، وهل يطلق عليها علم أو يطلق عليها معرفة؟ بعضهم ميزوا بين المعرفة والعلم، فخلوا المعرفة الإدراك المفرد والعلم الإدراك المركب. فالإدراك أبسط،
الكل بتاعهم الادراك والكلي او الجنس الايه الجنس الاعلى من المعرفه من العلم. ماشي يا سيدنا؟ طيب يبقى اول معنى يطلق عليه علم المنطق لغه اللي هو معنى ايه الادراك، وهو تحصيل الصور الخارجيه. ماشي. تاني معنى ان هو القوه العاطله التي يتم بها الادراك. يبقى الآلة المدركة نفسها اللي هو الذهن أو القوة اللي ربنا جعلها جوه هذا الذهن هي دي بنسميها إيه؟ المنطق أيضا. طيب المعنى الثالث في علم في المنطق لغة اللي هو النطق. هذا النطق باللسان أو بالفم الذي به تظهر هذه المدركات وتتضح. ويمكن من خلالها هذا المعنى الثالث ان الانسان يتواصل مع الاخرين. المنطق على المعنيين الاول والثالث مصدر ميمي. مصدر ميمي إذا أدرك يدرك إدراكا، دي هيبقى نطق ينطق نطقا، المصدر ميمي بتاعه إيه؟ منطق. وعلى المعنى الثالث أيضا اللي هو النطق اللي هو المعنى آلة النطق في الإنسان التكلم برضك هيبقى مصدر ميمي. على المعنى الثاني اللي هو القوة العاقلة هيبقى اسم مكان. يبقى على المعنيين الأول والثالث مصدر ميمي، على المعنى الثاني اسم مكان. طيب هذا هو إيه معنى الإيه المنطق لغة. طب اصطلاحا بيعرف المنطق اصطلاحا بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. ايه معنى الكلام ده؟ وده مليان تعريفات فلازم ان احنا نفهمه. نقوله تاني هذا التعريف: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. معنى الآلة الواسطة بين الفاعل والمنفعل، فكل ما يتوسط بين فاعل للفعل ومنفعل لفعل الفاعل يصير آلة. تعالوا كده نضرب مثال علشان يتضح هذا الايه هذا المعنى. انت الآن تكتب، فأنت فاعل للكتابة، والمكتوب الذي تكتبه ده منفعل بفعلك. طيب هذا الفعل الكتابة بين فاعليتك انك تكتب وبين انفعال المكتوب انه ينكتب، في واسطة ما بينك وما بينه القلم، لابد القلم او الكيبورد بتاعت الكمبيوتر او كنت هتكتب على الموبايل، بس لابد ان تكون في
آلة واسطة بين الفاعل اللي هو الكاتب وبين المنفعل أو المفعول اللي هو المكتوب. فكل ما يتوسط بين الفاعل والمنفعل أو بين الفاعل والمفعول هي هذه الواسطة دي اللي بنسميها آلة. سواء كان بقى التأثير حسي زي الكتابة أو التأثير معنوي زي المنطق، لأن المنطق تأثيره معنوي وليس تأثيره حسي. القلم تأثيره حسي، القطع بالسكينة، السكينة هي آلة القطع، تأثيرها حسي. إنما المنطق تأثيره معنوي لأنه تأثيره في ذهني مش تأثيره خارجي. تمام؟ طيب، ومن هنا أتت فكرة علوم الآلات. ومن هنا أتت فكرة علوم الآلات، ويقابلها علوم المقاصد. فعلوم الآلات هي علوم لا تقصد بذاتها، ولكنها تتوسط بين الطالب وعلوم المقاصد. علوم المقاصد هي التي تقصد بذاتها، العقيدة، الشريعة، التفسير، السنة، فلما كانت هذه المقاصد عن طريق العلوم اللغوية لا نستطيع أن نفهم مقاصد الكتاب والسنة ولا أركان العقيدة إلا بواسطة علوم إما لغوية أو إما عقلية، صارت علوم اللغة كلها علوما آلية. والإخلال بعلوم الآلة يخل قطعا بعلوم المقاصد. بعض طلبة العلم يظن أنه يستطيع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة مباشرة. ده مطلق، ده كتير طبعا. بدون علوم آلة. طب هتفهم إزاي ألفاظ الكتاب والسنة دون أن تفهم لغتها؟ وهتفهم إزاي اللغات ما فيها من أسرار لغوية وما فيها من دلالات دون أن تفهم الآلة التي تساعد على هذا الفهم من نحو وصرف وبلاغة وأصول فقه وعلوم عقلية إلى آخره. تمام؟ فلما نيجي نقول في تعريف علم المنطق، موجود لها تقسيم معين في شجرة العلوم، ليها مصنفات مؤلفة فيها أيضا. أو مقالات مكتوبة فيها في ثنايا الكتب. يعني الفارابي له إحصاء العلوم، الغزالي تكلم عن تصنيف العلوم في عدة كتب له، إحياء علوم الدين فيها كلام، في باب العلم علوم المقاصد وعلوم الوسائل، وأظن يمكن في المستصفى أيضا تعرض للموضوع، وفي عدة رسائل في مصنفة مستقلة في مبادئ العلوم، في شجرة العلوم وإحصاء العلوم وتقسيمها.
وفي كتب مفصلة في هذه التقسيمات والكلام على علم علم بمسائله بأهم من صنف فيها. على رأس هذه الكتب تحصيل السعادة إطاش كبرى زادة، ده في 3 مجلدات، ده من المصادر المهمة في تقسيمات العلوم ومبادئها ومواضيعها وأهم من صنف فيها. وفي أيضا أبجد العلوم لمحمد صديق خان من علماء الهند، تشكب وزادة من علماء تركيا، من علماء الترك، كان في القرن العاشر، تشكب وزادة ده 900 وشيء، واخر يمكن 900 او في منتصفها تشكب وزادة. وصديق حسن خان كان في القرن اظن الـ 14 الشوكاني اوائل الله. نرجع لتعريف علم المنطق وهو ما نكمله في حديثنا القادم ان شاء الله تعالى.